تحرص السلطات العمومية في مدينة زويرات على تطبيق الإجراءات الاحترازية وفرضها في الشارع العام وفي الأماكن العمومية. تواكب الإدارات الجهوية في الولاية التعليمات الصادرة بهذا الخصوص لتجسيدها على الواقع. فعلى مستوى مركز استقبال المواطنين في زويرات، الذي يعد من أهم المرافق العمومية التي تشهد إقبالا يوميا من لدى المواطنين الراغبين في الحصول على وثائقهم المؤمنة، يفرض المسؤولون التقيد بالإجراءات الاحترازية على الجميع. فعلا جينا هون لمركز الحالة المدنية في مقاطعة زويرات، وفعلا القائمين على المركز مطبقين الإجراءات الاحترازية اللي جات في المقرر اللي معدل وزارة الداخلية، من تطبيق كامل لمرتادي هذا المرفق العمومي، من حد كامل جاي لا بد يعود دير كمامة حد يدخل المركز. جيت هون اليوم الصباح وقالوا عن ما يدخل حد ما ودير كمامة، الإجراءات الاحترازية هون ما يدخل حد ما ودير كمامة، وطالبين الناس عندنا ترعى من المرض راهو خطير ودا يدخل حد ما هو داير كمام. المواطنين حد خلون مهم اجراءات التباعد، التباعد وديال الكمامه هي المهمه، وحتى ما يصقل يديه. جينا ان شاء الله ما لاحظنا يكون الناس تدخل وكلهم متباعد وكله داير كمامته محتفظ على صحتهم، وياس قال المواطن ما يقولها له حد، يقولها الراس، لان المواطن يعس من المرض يعطينا خيره جايحه ومتينا في هذا الزمن، ويشتغلوا ما شاء الله مطارسين الناس وكلهم دايره كمامته متباعدين. للولوج بانسيابية تامة إلى خدمات هذا المركز، اشترطت الإدارة إحضار البطاقة التي تثبت استفادة المواطن من اللقاح مع فرض الكمامة، إلا أن هذا الشرط لم يلقى تجاوبا من لدن الجميع حسب ما أكده مدير المركز. وبالنسبة لعملنا الحمد لله كنا في البداية السابق هذه الموجة التالية كنا الحمد لله نعدلوا العمل ما شاء الله متواصل يوميا ونعدلوا نسبة كبيرة الحمد لله من بطاقات التعريف وجوازات السفر والإقامات وتقييد المواطنين، وبدل مع هذه الإجراءات الاحترازية خف تقريبا تقلص العمل شوي. في البداية أفرضنا على المواطن على أنه لابد من الكمامة وبطاقة الدقة، والحمد لله في البداية واحدين تفهموها، ولكن بطاقة الدقة طرحت عرقلة لهم لأنهم واحدين منهم يقولوا أنا ما عندهم، وعقبنا خفنا وفرضنا الكمامة لأنها ضرورية، لأن الكمامة لأنها ضرورية، والحمد لله متفهمين ذيك الكمامة والناس كاملة تجي الحمد لله دائرتها والعمل ما شاء الله متواصل. وعلى العموم يؤكد من التقينا بهم من زوار المركز أن وتيرة العمل تسير في ظروف طبيعية دون مشاكل تذكر. مختار باب أحمد، قناة الموريتانية، مدينة زويرات.